السلام عليكم، والله يسعدك لأوقاتكم بكل خير. اليوم إن شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل الروبيان المشوي. الروبيان اللي هي الجمبة، الطريقة جدا سهلة وبسيطة، طعمه بيطلع كتير طيب وأيضا شكله كتير حلو. أنا استخدمت الأناناس لأني عملت الهواين شريم. إذا ما تحبون الطعم الحلو بالأكل كنسلوه، إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وفرجة ممتعة. لعمل وصفتي لليوم مثل ما انتم شايفين هنا راح نحتاج الى الروبيان اللي هو الجامبا الشريم، يكون حجمه كبير شوي، منظف وشلنا الخيط اللي يكون موجود هنا بظهره. اناناس اختياري اذا حبيتوا تعملوا الهوايان شريم، شرايح من الليمون، فلفل ابيض، هنا عندي فلفل احمر حار قطعته مكعبات، عصير ليمون فريش، بشر الليمون، شوي من الكزبرة، ملح وزيت زيتون. اول شيء نعمله اللي هو تتبيل الروبيان، فحطيت هنا الروبيان عليه احط الحار، طبعا الكمية على حسب اختياركم، احب اخلي شوي من هذا الحار اضيفه بالاخير، ثم عصير الليمون، زيت الزيتون، بشر الحامض، كزبرة، الملح، وكمية من الفلفل الابيض، ونخلط هذا الروبيان زي كده. نسيت ما حطيت الثوم للروبيان، احطه الان وانا احركه اقول ناسيه شيء ناسيه شيء. فزي ما انتم شايفين هنا عندي ثوم فريش اللي بشرته ناعم زي كده. هذا الان ارجع اغلفه واحطه بالثلاجة لنص ساعة. طبعا اذا حابين تخلوه لفترة اكبر ممكن، ولكن انا بالنسبة لي نص ساعة كافي لانه حاطه فيه عصير ليمون مثل ما شفت. مثل ما انتم شايفين هنا حطيت الشواية تسخن جنبي وراح ابتدي اعمل الروبيان في الاسياخ او الاعواد. فزي كده احط حبة روبيان، ثم شريحة اناناس، ثم شريحة روبيان، مو شريحة حبة، وهكذا راح تعملون كل الاسياخ. بهذا الشكل اذا كنتوا حابين الاناناس تعملوه زي كده، اذا مو حابين الاناناس بتحطوا الروبيان فقط بهذا الشكل. انا اللي بالاناناس اعملهم لي، واللي من غير اناناس لزوجي لانه ما يحب الطعم الحلو بالاكل. ثم الان راح نبتدي شوي الروبيان، فمثل ما انتم شايفين هنا عندي الشوايه اللي سخنه كثير، راح استخدم سبراي زيت فقط لانه مثل ما سبق وشفتوا انا اصلا عامله زيت في الروبيان، واحطه على الشوايه بهذا الشكل. تفاقين زي كده، احط ايضا حتى شرايح الليمون هذه تمشي ويطلع شكلها كثير حلو. طبعا يا حلوين هذا الروبيان راح استنى عليه لحتى نشوف اللون الابيض وصل الى نصه وبعدين نقلبه، يعني بطل لونه شفاف زي كذا. لان جا وقت التقليب راح اقلب الروبيان بهذا الشكل واخليه ينطبخ على الناحية الثانية. نقلب شرايح الليمون. يا حلوين هذا الروبيان بعد ما جهز، حطيته على هذا الصحن ورشيت عليه شوي من الكزبرة والحر المكعبات اللي تركناه من البداية وعصرة من الليمون، وقدمته بالشكل اللي طالع عندكم الآن. طبعا إذا ما تحبون الحلو بالأكل ما تحطون أناناس، ممكن تحطون طماطم صغيرة بيطلع شكلها كتير حلو. بالنسبة لمقلات الشوي إذا ما عندكم هذه الكهربائية ممكن تعملون المقالي اللي تنحط على النار، سواء المسطحة أو اللي تعطينا علامة الشيء، أي شيء متوفر عندكم. المهم أنه ما تطبخون الروبيان أكثر من اللزوم لأنه بسرعة يصير قاسي. هذا كل شيء عن وصفتي لليوم، شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، وأشوفكم على ألف خير بالفيديو الجاي، ومع السلامة.